البداية مع شوارع بيروت مع هالفرن يلي عمره من سنة 1946. أكيد بدنا نبلش حلقتنا بالترويقة، هناك الكثير 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 من الخيارات للترويقة اللبنانية ببيروت، لذلك احترنا وين بدنا نروح، ولكن أكيد هيدا المحل رح يعجبكم كتير. ليه؟ لأنه هيدا المحل له قصة كتير حلوة. إيليا إخشانيان كان عنده فرن سنة 1920 بمار الياس، لقى عرف سنة 1946 إنه في بناية، تخيلوا بين كل هالبنايات كان فيها المبنى، وما كان بناية بالأول، كان مبنى. إجا وأخذ هيدا المحل سنة 1946، برجع بعيد، وانطلقت مسيرته، وهلأ الحفيد مكمل بالخبرية. طبعاً صرتوا تعرفوا قدي بحب أنا الأكل الأرمني والمائدة الأرمنية اللبنانية المشتركين. أين هيدا فرن النقيش الأرمني؟ بدنا ندوق هلأ عنده المنقوشة ونتعلم عن المنقوشة الأرمنية، مشهورة كتير بتصور ببيروت بهيدا المحل، المنتي وغيرها من الأشياء. فتفضلوا معنا نعرفكم على هالمحل القديم الجميل. خبركم قدي مخبريني عنه، هيدي أول زيارة لإلي عليه، مع أنه صيتوا سابقوا مثل ما بيقولوا. زميلي حليمة طبيعة بوجه لها تحية، هي كانت تقلي دايما، كانت جارتي مكتبها، تقلي لازم تطلع على هيدا المكان. حفيده لإلي، إلي معنا حدي. مرحبا إلي، ثانك يو على الاستضافة. وبعرف أنه نحن هلأ موقفين الفرن لفترة صغيرة، هلأ بلشت العشقة يعني تيجي، نحن عم نحكي من الصبح حيات بكير. إلي أي ساعة بتفتحوا؟ نحن بنبلش الساعة 8 للساعة 3 بعد الظهر، وكل النهار التنين بنسكر. خبرت المشاهدين أنا القصة على السريع، أنه جدك كان بمارلياس وانتقل لهون. خبرني القصة أنت، أو خبر المشاهدين القصة ليه انتقل، وخبرهم أنه ليك هلأ المباني كيف، خبرهم كيف كانت هون بال 46. نحن بخبروني يعني أنا ما بعرف كثير منيح، انه جدي اجى دغري من دير زور بالعشرينات، ودغري فتح بالماريلياس فرن صغير، و يعني من 46 احنا هون ما فلينا. طب سؤال، ايه ليه يعني معظم المحلات حتى او كذا فلت راحت على محلات، يعني هون بشوارع الزقاق الضيقه، خلينا نقول زقاق البلاط، هيدا شو اسمه الشارع اللي حسين بيهم، حسين بيهم، شارع حسين بيهم، بقوا مصرين يكونوا موجودين. المنظر الشباب اكيد فرجوكم عليه من برا، بوسط البنيات الشاهقه والكبيره والطويله والعريضه بتلاقوا هالمبنى تلاقوا هالفرن. أصروا طبعاً إخشانيان يبقوا هون، وبقوا هون، والناس عندهم، قلت لكم فرن كتير معروف، بتصور اللي قاطنين واللي بيشتغلوا هون بالمنطقة كلهم بيعرفوا فرن كتير، مثل عائلة كل المنطقة، نحن كلهم بيعرفونا. فتحنا فرع تاني يعني قبل 12 سنة والحمد لله it's good. موفقين إلي، قصتكم قصتكم حلوة يعني عن جد. مشاهدينا قديه أنا مغروم بهيدي القصص، مغروم بهالأشخاص يلي متابرين ويلي كملوا، يلي يعني ما غيروا، ما استسلموا، ما قبلوا بكل المشاكل يلي صارت، بالأخص نحن عم نحكي إلي ببيروت. فوقت تجوا على هيك معلم عن جد تكونوا كتير مبسوطين، وأنا بالذات كون كتير مفحوط. وكيف إذا كان شو الطبق الأرمني، يعني أنا خلص صرنا حكينا كتير قديه قد ايه بحبوا لهالطبق. إلي ليتس جيت انتو بزنس مثل ما بيقولوا. يلا. انا تفاجئ، انا فكرت عنكم منقوشه ومنقيش وكذا، طلع سوبراك كمان موجود، المانتي كمان موجود، بليز خبرني. نحن المنيو طبعا يعني
90% أرمني. وعنا اللحم بعجين أرمني، لحم بعجين دبس رمان، لحم بعجين هلا عن جديد بلشنا اللبناني لأنه في طلب كتير عليها. وعنا الفيجيتيريان. الفيجيتيريان شو معنى الفيجيتيريان؟ فيجن اللي ما بياكلوا اللحمة. عملنا سيستم إنه الخلطة يكون بلا لحمة. مؤلفة من شو هاي؟ فيجيتابلز ومشروم. ومشروم. فتر. جانا فوقنا شوي شيش برك اللبناني والمانتي الأرمني. شيش برك اللبناني. وعندنا السبرك وكمان يعني تراديشنال التقليدي سبرك. عن جديد قبل 5 6 سنين كان في طلب كتير عليها، فعملنا فطير سلق الخلطه الارمنيه مع حر وطحينه وجوز. عظيم. رح يشتغلوا الشباب شوي يعملوا لنا كم شغله بندوقهم انا وإلي وبنخبركم كمان ليش هالقد مشهور هذا المحل. الحلو بهذا المحل كمان ما خبرتكم انه بعده على الدقه القديمه مثل ما بيقولوا، يعني ما في مكانات هون، ما في عجانات، ما في شيء، في حتى طريقه صناعه المنقوشه او كل الماكولات يلي بتنعمل هون بالعجينه، العجينه بتنعمل تنرق بعد لحد هلا على الايد. ما في مكانات هون. عم فنس ولا عم بحكي صح؟ مزبوط مزبوط. هذا اللي مخبرني اياه. ليه؟ لانه بلشين بالايد من زمانات، ما كان في مكانات وتركنا تراديشنال واي. ما حبينا نجيب مكنة، والزلمة صار له 50 سنة بيرق بإيده. أنا بالنسبة لي أسرع من المكنة. أسرع من المكنة حتى لو في طلبيات عالية. لا طلبيات 1000 1500 2000 واحد بإيده. بتصدق يعني هيك بعد خبرتي شوي بجولاتي بلبنان، أنا رأيي كل شيء بينعمل بالإيد بيكون أطيب. حتى أطيب يعني منطقيا، لأنه المكنات ما بعرف يخي في شيء بتشيل من روح على الخبر. على كل هلا في كتير أفران طعمة نقيش وطعمة بيعملوه على المكنات فمنا نزله، بس أنه حلوة الخبرية بعد مكمل لحد هلا. إلي طيب شباب أنتوا معي هيدي منقوشة الأرمنية مظبوط. عم نشوف شو الإضافة، شو عندكم، كيف خبريتكم حرة، شو عم نشوف عليها بقدونس مثلا، خبرني فيه. الأرمنية بيكون خلطة شوي مختلف من الدبس رمان واللبنانية. أرمنية بيكون قلبه توم، نحن عادة برا بيحطوا بصل، نحن ما بنحط بصل. عنا توم فليفلة وبندورة وبقدونس، واللحمة بيكون شوي مسيفة. عظيمة. بدي أقول لك شغلة، أنه أنا برج حمود عنجر، يعني المطبخ الأرمني تقريباً بكل زوايا ستفيت عليه. لا شك أنه منقوشتكم تتبيلتها بتفرق. شوي فرقة عن بقية. شوي طبعاً يعني أكيد رح تكون شوي، مش رح تكون أكثر من شوي، وإلا بتصير اسم تاني أو بتصير شيء تاني. ممتازة. هيدي إيها بعدكم لحد هلأ صامدين البهية طيبة. نفس الشيء صار له 78 سنة. من 1946 نفس الشيء، نفس التتبيلة. أوكي. المنطي هلأ شباب بيطلعوا لنا إياها. شو قلي إليه؟ المنطي هو اكيد اذا ما بيعرفوا هو الششمرق الطريقه الارمنيه اللي بيحطوا عليها اللبن ومع الثوم اذا بدكم وشوي سماء. في ناس برا مثلا بيحطوا صوص احمر. صوص احمر نحن ما عندنا صوص احمر، بس مع سماء ولبن ثوم سماء. ثوم سماء. اوكي. هلا مندوق شيش برك. قلت لي اللبنانية، شيش برك اللبنانية اللي بيسقطوها باللبن. بيسقطوها باللبن. هيدي زي مثل ما نحن بنعملها. هيدي شو اللي حطيتها؟ هيدي السلق. السله اللي أوكي. قلبه فيها طحينه وجوز وحر. بتفوتوا طحينه عليها. دخلت هيدي انا بحب ذوق الشغلات الجديده اللي ما تلاقينا بمحلات ثانيه. ذوق دغري من نصها يا اخي. انتوا لمستكم الاكل مش معقول. لمستهم شو طيب. دايما بقول لكم المزيج اللبناني الارمني ببهاراته بتعمل مزيج رائع من اي شيء بيعملوه، من اي شيء. اوكي
إلي حبيب قلبي جولتنا طويلة. أنا كتير مبسوط تعرفنا عليكم. الشرف أنه نحن برنامج العودة إلى النملية جينا قلنا لكم مرحبا، صورنا معكم، خبرنا مشاهدين عنكم. كل التوفيق لكم وإن شاء الله منشوفكم بالأيام المقبلة. تانكيو لكم عن جد، مرسي. مشاهدينا إلى المكان يلي بعده. على منطقة البربير، هذه المنطقة فيها أحد المحلات يلي عمره من سنة 1950. ما بدي أخبركم على المشهد قدامي، عرفتوا أكيد عن شو بدي أحكي، ولكن المهم بهذا المحل أنه حافظ كمان من 1950 لحد هلأ على نفس المنيو من الأكل، على نفس الأطباق يعني يلي بيقدمها، اللي هن راس النيفة، الكراعين. ما رح أسمي لكم إياهم كلهم، ولكن خلي أحمد منصور يلي بدي أعرفكم عليه هلأ يخبركم عن هالمحل، كمان يعتبر اللي عمره من عمر بيروت. احمد تحياتي، انا نفوت لعندك على المطعم. تفضل تفضل هلا حبيب قلبي، كيفك؟ يعطيك الف عافيه. الله يعافيك احمد. اول شيء بدي اقول لك انا يعني في اماكن كل الاماكن بنزورها حلوه، ولكن في اماكن انا عندي تبقى مميزه عن اماكن ثانيه. وقت اشوف راس النيفة اكيد راح يكون من اميز الاماكن. انا جاي اتذكر من شي 10 سنين 8 سنين لعندكم، ضايق مره عندكم ومذكر انه كانت تجربه ممتازه. ببرمطنا اليوم ببيروت عم نجي نلقي التحيه على كل المحلات والاماكن يلي عمرها من عمر جدودنا، صح؟ 100% صحيح. هذا محلكم اول شغله، اهلا وسهلا فيكم في محل مطعم منصور وعلمة. نحن هون على البربير، بيروت بربير. نحن بنعد من اقدم محلات بيروت. نحن محلنا من 1950. نحن بلش فيه جدي الله يرحمه، ورجع جدي، رجع بي كمل المسيره، رجع بي توفى، نحن اولاده عم نكفي المسار، نحن الاحفاد يعني بسم الله، والحمد لله بعدنا يعني سايرين بهالموضوع وعم نشتغل والحمد لله وماشي الحال بالتوفيق. احمد عن جد انه الشعب اللبناني شعب بحب بطنه، يعني كنا عم نحكي انا وياك قلت لك بتبلشوا من اي ساعه؟ قلت لي من الترويقه بتبلشوا الغدا، الساعه 7 ببلش نحن شغل. وفي ناس هلا اسم الله، هلا في ناس موجودين كله عم يتروق، راس نيفا مقادم وعصب وفوارغ وابوات وفتات على انواع، يعني فتات في عندنا فتات المقادم وعندنا فتات لحمه الراس. عادي الراس النيفة بنشيل منه اللحم، بنكب العظم اكيد، بنحطه بالفتي مع لبن على الوز سمني مع كاجو، يعني هي ترويه بتنعد، وبتنعد غدا وبتنعد كمان عشاء، يعني هو كومبلي يعني ما في مزح بالموضوع. عن جد اللي بيقدر يتروق هيك ترويقه انا بدي ذوق، يعني ما في ما والله ان شاء الله بنذوق كل شيء اكيد. سؤال تفضل. وقت اللي بلش جدك بهيدا المحل بلش هيدا النوع من الاكل؟ بلش بهالنوع، بلش بالمقادم والروس النيفة والفتات، بس ما عمل الفوارغ والابوات. بعد تقريبا يعني نحن لما استلمنا نحن الاحفاد، نحن مشينا الفوارغ والابوات، نحن شفنا الاكل ناقصه، وهذه اكل قديمه وبيروتيه يعني قبل عن جد وقبل الجد، ناقصه الفوارغ والابوات مشيناها، والحمد لله طلع في عليه اقبال كثير قوي على الفوارغ والابوات، وخاصه بهالزمن انه ما في حدا عم يعملها. وقلت لك يعني نحن دائما برنامج العوده الى النمليه بنرجع على تاريخنا وماضينا ولتقاليدنا وكذا، فكان ضروري انه نطلع عليكم ببيروت بحلقتنا ببيروت اليوم. خلينا نعمل جوله انا وياك سريعه. اول شغله هذه طنجره مثل ما هي بس الفوارغ، عودي بس فوارغ يا جماعه، عادي بجبال سموه الدست هذا الفوارغ.
مشاهدينا رح يعملوا لنا كم صحن هلا بنقعد بدي اخبركم عن فوائد كم شغله. هلا الناس وقت يشوفوا الدسم من هيدا النوع بيقولوا ايه هيدا اكل مأذي، هيدا اكل كله مليان دهون وممكن يكون خطر على الصحه، ولكن مزبوط كترته فيها خطر على الصحه بذات الوقت. لا في افادات هلا بخبركم عنها انا والسيد احمد. استكمالا للكلام يلي نهيت فيه من قبل شوي انا واحمد، انه هذا الاكل فوائده هل هناك ضرر وهل هناك فوائد او في شيء بالنص؟ هلا بنحكي عنه، ولكن احمد في شيء بيلفتني دائما كنت عم اقول لك اياه هلا كنا ناطرين الشباب ليبلشوا، انه هذا الاكل يا في ناس بتحبه يا في ناس تكرهه وتقرفه يي ويع ومعقول وشو هالقرف وشو هالكذا. هلا انا بالنسبه لي انا من نادي محبينه حبيب قلبي، انه لاكثر من سبب بيناتهم انه مش مزبوط. هلا هيدا اكل دسم وبيلبق مزبوط للشتويه اكثر من الصيفيه، ومزبوط اكل حامي واكل ثقيل، ولكن بذات الوقت هيدا النوع من الاكل يلي فيه دهون بنسبه عاليه هيدي دهون جيده للجسم. صحيح. اذا التزمنا باكلها بشكل منطقي 100%. كمل. طيب بقصد انه في ناس يا بتحبها بتحبها يا في ناس بتكرهها. هلا انا بيجي عندي عالم بكون بتيجي طاوله والله اثنين بحبوا الاكل وبكون جاي معه واحد بحب بس مضطر يقعد. انا بتدخل انا فوت بتحشر بالعالم انه ليش ما بتحبها، بكون هو مش اكلها بس انه سامع عنها. انا بجرب انه اقول له خي يدوق، جرب لقمه هيك هيك، اخر شيء بدوق وبخلص بحبها بصير بقى الفكره انه قديمه والله انياء وبقرف هذا بطلب اخذ منه شيء، وخاصه اذا كان شايف المحل نظيف. صح. يعني هو اهم شيء النظافه بالمحل الاكل. صح. شو ما كان حيلا محل اكل بده يكون فيه نظيف نظافه. نفس الشيء صارت معي في هذا من جمعتين هلا ايام البرد هيدي السقعه يلي اجت. ففي اثنين اصحابي قاعدين معنا قلت لهم ليكو بدي اجيب راس نيفه. راس نيفا بحياتنا ما أكلين راس نيفا وكذا، مهم طلبنا من محل راس نيفا وطلبوا هن ساندويشات طوق ولحمة مشوية مشاوي، يعني ساندويشات مشاوي. قلت لهم طب دوقوا، قعدنا اجوا الاثنين قلت لهم دوقوا، وقت تدقوا راس النيفا ساندويشات المشاوي بقوا مثل ما هن أكلوا لي راس النيفا. الله يسامحكم. مهم خلينا نحكي أحمد عن موضوع شق الفوائد الغذائية أو الضرر الغذائي. خلينا نكون صريحين، يعني نحن لأنه في مشاهدين بيحضرونا وما بدنا كمان نفوتهم بالأكل. لا بدنا نحضرهم بالأكل وبنفس الوقت تكون هي صحية لهم. صحيح. خليني بلش بالمقادم والعصب. صحيح. المقادم والعصب هيدي على مسؤولية الشخصية ضرورية 100%. صح؟ ضروري اكيد. قل لي احمد اكثر انت خبير. المقادم والعصب هن ضروريه لصحه جسم الانسان. اول شغله منيحه للركب للاجرين، وخاصه منيحه هي فيها كولاجين، هي كولاجين على الحل. صح. يعني العصب والمقادم هي كولاجين، واللي تعول التجميل بيعرفوا شو يعني كولاجين. صح. فغنيه عن تعريف هالموضوع. منيحه للبشره، منيحه للجسم، ضل الجسم مشدود، وخاصه بالشتاء بضل واحد دفيان يعني بس ياكل الاكل خلص. وفيها بروتين عالي كمان. دهون فيها دهون ولا لا؟ ما فيها دهون. ما فيها دهون. ما فيها دهون. هذا اللي بدي اقول لكم اياه، وحبيت اساله كمان لاحمد اتاكد 100% انه وقت نحكي عن المقادم او كرعين بسمون محلات بسمون مقادم، وقت نحكي عن العصب مهمين جدا بالاخص للمتقدمين بالسن، ضروري هيدا الطبق وشوربته، يعني بنسلقهم كذا. صح. وبالشوربه تبعها تنشرب ممتازه للمفاصل، على كل مستقل مفصل بالجسم بحاجه انه نكون. صحيح. عم ناخذ منه. مشان هيك هذا رقم واحد. الناس اللي مفكرين هيدا الاكل عم نحكي عن المقادم برجع بعيد والعصب جماعه انه يي هيدا دسم وكذا، هيدا ما له علاقه بالدسم. هلا بالشق الثاني بدنا ننقل على راس النيفا مثلا. راس النيفا فيه دهون اكيد، فيه دهون 100%. فيه دهون وفي لحم كمان، بس لحم على الحل
وفي دهنه بس الراس النيفه مش معنى الدهون اللي هو بنصح اللي بيعمل امراض صح دهون صحيه اذا اكلت اذا اكلت مره او مرتين بالاسبوع مش انه نطرق ثلاث راس نيفه كل يوم كل يوم كل يوم يعني وجبه المايونيز اللي فيها مايونيز الوحده فيها دهون وفيها مصايب اكثر بألف مره من هيدي راس النيفه اللي في ناس بيقولوا عنه يعني وهذا دهن وزفره والى اخره فهيدي شغله جيده. هلا خلينا ندوق خلينا فرجيكم قبل الشيء قبل كل شيء شوفوا راس النيفه والعصب هون لذيذ الخبريه انه اول شيء بتخلطوهم سوا صح يعني في مقادم وفي عصب اثنيناتهم سوا بتحطوا معهم بنحطهم مع اول شيء بنحطهم مع الشوربه تاعت المقادم والعصب وفي عندنا خلطه تاعتنا هي مخلوطه بالثوم والخل والنعناع اليابس هي خلطه هيدي شوربه المقادم والعصب بس انتبه عشان انا في النار طلعت سخن كثير طيب وممتازة أحمد يعطيكم العافية وكل التوفيق مشاهدين أنا إذا بصير لي هلأ اليوم حلقة بيروت نحن عم صور حلقتين ببيروت كل محل عم نروح عليه لحد هلأ صاروا ثلاث رواقات عم دق لكم شوي أنا إذا بصير لي لو عم صور حلقة بيجي هذا الصحن أو إذا بدنا نعمل ببيوتنا هذا الصحن باخده مثل ما هو لأنه بعرف كمية الإفادة اللي موجودة فيه بهمني شغلي راس النيفة ما رح دوقه هلأ بنرجع عم نشوف نحن والشباب راس النيفة حكيين عنه راس النيفة عندكم ريحته نظيفة أصلاً بينة يعني الخبرية من عنوانها هناك حابب دوق الفتة مع راس النيفة صحيح؟ فتة راس نيفة بتصور كتير قليل من الناس بيعملوها أو المحلات موجودة فيها صح؟ صحيح هيك فرد مرة شوفوا القلوبات مش معقول الفتة رهيبة رهيبة فتة مقادم يعني أنه المقادم لأنه لحالة أنا مع أنه بحب معقول أكلها لحالة رشة ملح يعني ما بدي أكثر من هيك بس يمكن لحالة ما فيها هالنكهات صحيح دارج المطيبات الملح البهار الحار هذا شيء منيح مش عاطل بطيبة الأكل يعني بدل ما واحد يأكلها بس مقادم على الحال لا في حط لها شوية مطيبات بطلع طيبة منا عاطلة مشاهدينا ضويناكم كمان خبرية جديدة مهمة كتير موجودة ببيروت مهمة إذا كان ببيوتكم مهمة إذا كنتوا بالمطارح إذا كنتوا تروحوا عليها مكملين معكم بحلقتنا ما تأخذونا اليوم متقلين عليكم بالأكل في كتير أكل بحلقتنا ما تسبوا لي وما بدي أعصبكم ما بدي شهيكم زيادة عن زوم فخليكم معنا الوقت الروائح الجميلة يعني انتو طالعين من البربير هيك باتجاه البسطة تشموا روائح حلوة بعد على اول الشارع شو بيطلع؟ بيطلع فيها المحل البن من 51 فتحين انتو هون صح صحيح؟ طيب شو تغير بال 51 بهيدا الشارع لحد هلا؟ اشياء كتيرة ايه يعني
مثل شو؟ مثل الحرب الأهلية. حضرناها من أول يوم لآخر يوم. وكنا نشتغل أكثر من هلا. والله قصده جرب عن جد بحكي. بس مع إنه هون شارعكم شارع في اكتزاز الناس. أقوى منطقة هون. صحيح. منطقة تجارية قوية. صحيح. سؤال خبرني عن قصتك مع المحل هون. قلت مع المحل هون. يعني أنت والوالد. وخيّة. أنا كنت صغير عمري 13 سنة. نعم. المدرسة بالصيفية نزلنا نساعده هون. وكان شغل يعني نبيع نص شوية. 12 كيلو ونص بالقبل. يجي زبون عندك يقول لك أعطيني 15 قرش بين وعشرة شاي أو سكر. والله عن جد. بس بعدين الله يرزق. صح. رحت مرة على المدرسة. عم بغيز على الزبونات على السكرات كده. ولد صدفة الزبون بوجه المدرسة اللي أنا فيها. نازل من عندهم هن عم يفلوا. فاروق السيتي لين راحت ولين السجالة دمع عيوني عن جد بحكي. جيت لهون. بي الله يرحمه كان قاعد على الكرسي هوني. هلا بدك ترجعني يعني على المدرسة؟ أو شو بدي رجعك بلا شو؟ سبع عشاء قال لي السنة الجاية بنزلك وراحت لهلا. راحت مع البال. حاج الله يطول بعمرك وشكرا على الخبرية. شكرا لكم. اسمع شو بقى ما خلصنا يا حبيبي مستعجل حاج بده يخلص. قال لي الكاميرا مش كثير صاحبي هو الكاميرا. حاج نحن بدنا نكسب وجودك اليوم ومن خبرتك لنخبر الناس اول شيء عن انواع البانيا اللي موجوده بلبنان. البانيا اللي بتستعملوه يعني بهمني كثير لانه القهوه هي مرتبطه بحياتنا اليوميه وبعاداتنا وتقاليدنا. صحيح. وفي عندها نادي محبين كتير كبير للقهوة. صحيح. خليني بلش بالأول ألبان. شو نحن شو الأنواع اللي من مستوردها؟ أكثر شيء برازيلي. وفي أثيوبي كمان طلب أولين. هون الشعب معود على البن البرازيلي من سنين قبل ما أنزل. يعني طعمة البن البرازيلي شو بتفرق عن بقية؟ وقت نقول باب أول بس تشرف الجام بيعرف أي واحد. أي واحد بيقفره. حلو الكلام. شفه ببين معه. طيب قلت لي في حتى بالبن البرازيلي في باب اول انواع. باب انواع في انواع وماركات. هيدا شو بن برازيلي؟ بن برازيلي شو نوعه؟ برازيلي. برازيلي باب اول انه هيدا مثلا لونه اشقر. وهيدا لونه اسود. حمصه زياده شوي. بدي تقصه تحميص مش قصه نوع. لا تحميص ونوع اهم شيء نوع. شو اسمك؟ مصطفى كمان بيعرف. يعني موظف هون صار لي 46 سنة. 46 سنة مصطفى هون. 46 سنة صار له مصطفى موظف بالمحل. شو يعني عمره بعمر المحل؟ يعني فرق بينه وبينه 15 سنة تقريبا. يطول بعمركم. سؤال نحن شعب بحس اللبناني بحبوا أكثر القهوة بلهال صح؟ خبرني أكثر ليه؟ النسبة الأول كانت النسبة بلهال أكثر شيء. من زمان. بعدين صار تعودوا على هيك. بعدين صار تقريبا الأشياء مع هي الأكثر. والله نص بنص يعني ناس بلا هيل ونسمع هيل. أوكي. وفي ناس تطلب هيل بس مثل الخليج وهيك. يعني بيجي زبون بياخذ نص كيلو بان نص ايد هيل بقلبه. طيب خبرونا عن الهيل كمان. هيل الهيل أرجي من هون. هيدا الهيل. هيدا هو جديد. هيدا مش قديم ناشف. أخضر يعني جديد. وهيدا البذر يعني هذا ما نحطه مع البن، ما نحط هذا مع البن. هذا بيعلك شوي بالطحونة. نحط هذا. هيدا شو الفرق بين هذا؟ هو زيادة بس هذا بقشر هذا بالقشر. أوكي. يعني هذا مقشر. أيوة أنا مقشر. حاضر. الفكرة إنه في كتير ناس بيعتقدوا إنه القهوة مفيدة وفي ناس بيقولوا لا مضرة. مضرة إذا كترت. هاي مصطفى. مصطفى. دق تليفون مصطفى. مصطفى. يا مصطفى. حبيبي. خبرني فوائد القهوة وضررها للقهوة. فوائد ما القهوة أنا عم بلحق مخدها من الآخر ما بتضر. يعني هو بيشرب 20 فنجان بالنهار. أنا بشرب 10 كبات 12 كبات من هيدا. مع علبتين دخان. الحمد لله. أنا ما بدخن. أنا ما بدخن. نحن دائما نعطي نصيحة شوي صحية. بتعطيني مثلا أي شيء بيكتر بيضر ما بفيد. صحيح. هذا بدنا نقوله نصيحتنا مشاهدينا. بعرف إنه في ناس بحبوا القهوة ومرتبطة بيوم من الصباح من الفجر للنجر. أنا واحد منهم. صحيح. على كل جماعة شكرا على هالمعلومات. تشرفنا فيكم سيد مصطفى. إن شاء الله العمر كله الله يخليكم على محل. أنت إنسان أصيل وطيب.
الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، يعني عيد نعمل حلقة ببيروت وما نطل على طريق جديدة أو على محل حلو، خلينا نقول لأنه بيروت عريقة بصناعة الحلويات العربية، وإذا بدكم بين صيدا طرابلس وبيروت هناك منافسة تاريخية بأنواع يلي اخترعوها، عم نحكي نحن من العشرينات والثلاثينات ويمكن قبل. على كل نحن بطريق جديدة، سيد أحمد موجود معي اليوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، ينعاد عليكم بالنسبة لنص شعبين وقدوما شهر رمضان المبارك. حبيب قلبي أحمد، نحن بمحل عمره من سنة 1938 صح. نحن اليوم عم نشوف كل محل عم نروح عليه، عم نخبركم قد ايه عمره، يعني هو المحلات كلها رحنا عليها هن جزء من نسيج وتاريخ بيروت. على كل من 38 استاذ احمد، نعم. يعني نعم. يعني خبره مفترض تكون مميزه، يعني عايم قهوه فلسطين وموقف برجة كانوا الحج بديع صفصوف واولاده اللي الحج سليم والحج رباح، كانوا اساسا هن فرن فرن يجيبوا هالبياعين الحلو ويخبزوا لهم اياهم، حبوا هن يشتغلوا ويصنعوا ويخبزوا ويبيعوا. بقى نحن كان عندنا بسطه ايام زمان يحطوا مثل شقفه على الراس ويحطوا ويضعوا يبسطوا فيها على المفرق قهوه فلسطين، وتجي هالعالم. عارف كيف طلعنا من البلد؟ جينا على طريق جديده، صرنا نصنع ونبسط بهالزاويه هاي. بسطه بسطه بسطه، عارف كيف؟ بسطة صغيرة. فانتقلنا من بسطة لمحل، هلأ صرتوا بمحل. ايه صرنا من زاوية زاوية لآخر شيء استقرينا هون بهيدا المحل. بلشت سمعت ايش كنت عم بحكي بالأول، طرابلس، صيدا، بيروت، ثلاث مدن بيتنافسوا على الحلويات. والأنواع يعني كل منطقة ولا خصيتها صح؟ أكيد أكيد أكيد. بيروت بيروت اللي هي تراث بيروت، تراث بيروت اللي هي الأكلة معمول المد اللي هي يعني الحلو العربي، هيدا هو الحلو العربي اللي بيتميز عنا كبيروت. صفوف، نمورة، مد بجوز، مد بفستق، مد بتمر، ومعمول المد بقشطة على نوعين اثنين اللي هي سادة وفستق. عارف كيف؟ كعم نحكي كبيروت. إذا بدنا ننتقل لخارج بيروت اللي هي منطقة الجنوب صيدا، بيتميزوا هني بتراثهم اللي هي السمسمية والبندقية والسنيورة وهالمواضيع هاد. بالنسبة لطرابلس كمان تراثهم طرابلس معروف، حلوة الجبن المفروكة، حلوة الرز، بيتميزوا كمان من نوع اللي بيسموها الورد الشام. هيدي كل منطقة ولا تراثها. في شيء كمان بيتميز فيه هذا المحل، انه من 38 لحد هلا بعدها تقريبا خبرية هي ذاتها. هلا خبركم الاول كان فرن، بعد ما تطور صار حلو، بيشتغلوا اصحاب المحل بيشتغلوا بايدهم. نعم. لحد هلا بعده الشغل بالايد. نعم. شو معنات وقت نقول للناس بعد الشغل بالايد؟ اللي بيتفوق بعدنا بايدنا، يعني اليوم حشي المعمول بعده بايدنا منطبع، معمول المد منرقه على ايدنا، ما بقى في مكانة مثلا هي بتفتح ونشابة البقلاوة كمان على ايدنا، الحاج بعده على ايده بيفتح نشابة البقلاوة، بيعمل معمول عجينة المد بمدها كمان على ايدنا، مكانات ما فوتنا مكانات. لاحظتوا ببيروت انه صرنا اكثر من نقطة رايحين عليها مشاهدينا وكلهم نفس الخبرية، الشغل بعده على الايد، وهيدي شيء عن جد استثنائي. بتعرفوا قد صرنا نحن شايلين بلبنان، واذا كان مدن او قرى، فمش قليل انه عاصمه لبنان بيكون بعد محافظين على هيدا التقليد وعلى هيدا التراث وعلى هيدا الشكل بانتاج الاطعمه اللي هو عن جد بسيط ولكن مميز بتكوينه وبصناعته. اكيد على كل احمد، خلينا هيك المشاهدين مع السنية الحلوة نخبر. معمول بفستق، بدنا نبلش بدنا نبلش بالصفوف. الصفوف، نمورة محشية فستق، صرنا عم نعملها محشية فستق حلبي. مع انه هو كنت عم فكر اتركها للاخر. لا لا لا، شيء حلو. دوق
نحن عملناها محشية فستق حلبي. وعندي معمول مادة بفستق، معمول مادة بجوز، معمول مادة بتمر، وعندي معمول مادة بقشطر اللي هي محشية فستق بقلبها، وعندي معمول مادة بقشطر سادة. سادة هيدا مثل ما حكيتك من شوية، هالي اللي هن بتفوقوا فيها. لكن هدوقهم كلهم صعبة. لا بدك تدوق لا تعرف. قل لي انت هلا دقت النمورة؟ نعم. المد نقي لي شغلتين المد. المد منه هيدي لكن قشطه، هيدي قشطه محشيه فستق. انا ما احكي، انا مش راح احكي. هيدي كمان راحت عليكم، يعني من 38 عم ينشغل لتوصل مثل ما هي هلا بايدين حيه مش بمكانات. يعني عن جد هيدا موضوع كثير مهم، دائما نخبركم عنه مشاهدينا. بدي ذوق بعد شو اخر وحده احنا راح نبيعها المساج بالفستق. هيدي بعد ألفي وبدنا نختمها. طلعوا هاللوحة الجميلة من الحلو من طريق جديدة وبيروت طبعا. شكرا كثير كثير كثير، اهلا وسهلا، موفقين، يعطيكم الف عافيه، شرفتونا حبيب قلبي. ان شاء الله بينعاد عليكم وعلى اللبنانيه بصحه عليك، وبجو يكون اهدى من هيك يا رب، وعلى اهلنا وحبيبتنا يا رب يا رب يا رب يا رب بجنوب وبكل لبنان. نعم طبعا. نعم تحيه. نعم لاهل جنوب. تحيه كمان مثل ما تفضلوا لاهل جنوب لاهل لبنان. مشاهدينا يعني بيروت قلت لكم في كثير خيارات، في كثير اشياء نعملها. بقت بيروت هي عاصمة من أجمل عواصم العالم، وحافظت على تقاليدها ورونقها، وأضافت لكل هالحداثة يلي موجودة فيها كتير إشياء حلوة. لذلك مشاهدينا بدي أودعكم هلأ، وعدكم أنه بحلقة تانية وثالثة ورابعة ببيروت بإذن الله. باي باي.